قال العضو في اللجنة المركزية لحركة فتح تعليقا على اتفاق التطبيع الذي وقع بين السودان وإسرائيل إنه مؤمن بنبل الشعب السوداني وطيبته وإنه لا يقبل تطبيع حكومات لا تمثله مع الكيان الإسرائيلي مهما كانت ظروفه صعبة. وأضاف زكي أن المال الذي يسخر لترامب اليوم لتطبيع المنطقة هو مال خليجي وأن الأيام المقبلة ستكشف المستور، وأضاف أن ما يحدث مؤامرة على الدين وعلى المبادئ. وأنا في اعتقادي أن الشعب في السودان هو شعب نبيل طيب، ولا يمكن أن تنطلي عليه هذه اللعبة مهما كانت ظروفه صعبة. و المال الذي يسخر الآن لترامب لترقيع المنطقة هو مال خليجي، وبالتالي الأيام القادمة ستكشف المستور، وبالفعل هناك مؤامرة على العروبة، على الإسلام، على الدين وعلى كل